شكرا شكري بوزيري رئيس الاتحاد المحلي للفلاحه بجرومبيلي. كما حكينا قبل قلنا راه احنا في جرومبيلي عندنا افريه معناتها عنب التحويل المحلي وشويه عنب الطاوله. العنب الطاوله انواع تبدا البدريه تبدا في جوان كما تعرف السكر هذاك رزاق وكبير دوك يبداو في جوان ولكن هو المسكي هو بيان سور ديما في جويليه. كيف معناتها معناتها الكروم المعده للتحويل اللي احنا في جرومبيلي نمتازوا عندنا دي بخمسة معاصر شركه تعاونيه ونخيل خواص كيف معناتها نبداو في اوت وسبتمبر هذاك يكون معناتها البيك نتاع تاع الصب. كما قلت لك احنا تو مازال كي ديمار العنب مازال كي بدا يورق بدا يزرق وكذا فاهم وبدا معناتها العنقود بدا يخرج شوي بشوي مادا الامور مازالت مش واضحه ديما نقول احنا ديما تحت رحمه الطقس خاطر راهو تاع العنب راهو ديليكاتو واقل تقلبات نجم يتاثر عليه سوتو في جوع ربي يستر ان شاء الله تعدى عام باهي وان شاء الله معناتها الفلاحه يقاو رواحهم خاطر احنا رانا خارجين من فتره صعيبه تاع اربع سنوات اللي الفلاح معناتها فريمون معناتها تعب ياسر ان شاء الله في السنه معناتها يرجع شويه من التقديرات في العنب مقطع مازال حتى اما الصبت نجم تكون خير من عمنول ولا ان شاء الله بحول الله مادام معناتها لحد الان معناتها مادام الشجره تحس بها راويه والدنيا شيخه بحول الله معناتها نكونوا خير من عمنول.